حلة جديدة تكتسيها مدينة سيئون وقصرها التاريخي خلال أيام عيد الفطر السعيد. عروض احتفالية جاءت هذا العيد بتقاليد وعادات ورثوها من الماضي ويسعون للحفاظ عليها. فعالية ممتازة، ونشكر الشباب القائمين على هذا العمل لإبراز التراث الحضرمي وإبراز التراث اليمني للعالم الخارجي والمحلي، وإن شاء الله تستمر مثل هذه الفعاليات. أجواء رائعة مفعمة بالبهجة والفرح والسرور تضمنتها الفعاليات العيدية التي شهدت توافدا للزوار الذين قدموا للاستمتاع بالبرنامج الترفيهي في مشهد يعكس الروح الجماعية والتألف بين أبناء المنطقة الواحدة، وهو الأصل والغاية في هذه التجمعات للتشجيع على السياحة وزيارة المعالم الأثرية. مكتب وزارة السياحة استطاع أن يساعد في هذه الاحتفالات بتقديم كافة التسهيلات للمنظمات أو الأفراد لإقامة هذه الاحتفالات من خلال التنسيق معهم وتقديم كل التسهيلات لهم. والسياحة الداخلية هي مزدهرة منذ فترة، لكن في المواسم العيدية كانت تقل، أما هذا الموسم فالحمد لله ازدهرت السياحة كثير. الاحتفالات والفعاليات العيدية الشبابية في مدينة سيئون حملت فرحة وبهجة ونكهة متميزة هذا العام لانعدام المتنزهات الشبابية في المدينة، فالعروض الفنية التي نفذت طوال أيام العيد استجابت لتطلعات مختلف الفئات العمرية للزوار. طبعا جاءت هذه الفعالية العيدية لتجميع الشباب في مكان واحد لخلق متنفس لهم، بحكم أنه كثرة الأعياد تكون الأماكن مخصصة للعوائل، فحبينا نحن فريق سفن بلو بعمل فكرة تجمع جميع الأركان اللي ممكن الواحد يأخذ صورة تذكارية عليها وفي مكان تاريخي كقصر سيئون، يعني وتعتبر الأول من نوعها بعد انقطاع طويل جدا. مضى عيد ومضت معه أفراح شعب لطالما تنفس وأمل لحياة جديدة رغما عن منغصات الأوضاع في البلاد، فالعيد فرحة وسرور وابتسامة تعلو وجوه الجميع بلسان حال: عيد بأية حال عدت يا عيد.